هي تعزى السبب لسببين: الإرادة السياسية والتوافق السياسي للكتل السياسية على المواضيع. بلا شك متى ما كانت هناك إرادة سياسية ومتى ما كان هناك توافق سياسي بين الكتل البرلمانية على يعني صياغة المشاريع والقوانين، أعتقد يكون منح الثقة يعني أو يكون التصويت على هنالك هذه إرادة سياسية القوانين حاضرة بشكل لتشريح أسرع. هذه القوانين في ولكن المرحلة الراهنة؟ دائما مثلا قانون النفط الغاز عدة قراءات أكو، يعني عدة رؤية. يعني أنا لا أحب أن أعيد الكلام، قلت اليوم الوضع متأزم، اليوم الوضع هو وضع كورونا، اليوم الوضع هو التداعيات الاقتصادية. متى ما كانت البيئة والأرضية ملائمة بلا شك ومتى ما استأنفت الجلسات بشكل طبيعي أكيد ستكون هناك المشاريع الأخرى التي هي من المهمة. ولكن اليوم نحن يعني جميعا حتى غدا سيكون هناك مثلا التقرير المالي بالنسبة لجائحة كورونا أو تداعيات جائحة كورونا، ستكون نعم هناك تقرير لجنة الأزمة مثلا على موضوع جائحة كورونا. يعني هناك مثلا التفكير كيف أن نستطيع أن نحل هذه المشكلة.